المشكلة خويا هو هذا السيد هذا من نهار الأول وحنا تبعنا بحال هكا المسائل ب... لأنه راه متضررين من هذا البير هادي اللي كيدير على حسب هاد العين هذا إذا كان حفر هو اليوم واحد غدا ولا بعد غدا يجي واحد آخر يخرج لك هنايا هذا وكاين اللي درت المياه عندنا كنعانيو من المياه من الشرب ومن السقي ديال هذا الزيتون هذا اللي كتراوح تقريبا الأعمار ديالو ما بين 500 سنة حتى 600 سنة سمعتي وكنش هاد العين هادي كتسقى بها البهيم وكيتسقاو بها الناس الى قطع الماء في البير والمسائل كلشي كنشربوا منها الى مشات حتى مشات راه خاصنا نرحلوا من هنا اسمعتي. السيد هذا عنده شي طيعه في داحيته. عنده كوري ديال الدجاج ولكن هو داير آه البير على حساب كوري ديال الدجاج ولكن شاد لك حتى لهنا راه شاري 15 كتر ولا 16 كتر هي تقريبا الى مشات تاخذ مات 15 كتر ولا سميتو راه الماء تقريبا راه مشى لينا اسمعتي، وهذا الشيء هذي ما كايناش النتيجة، ما كاينش النتيجة في هذ الفرم هذو كيديرو كيكحلك الماء وكيخليوك بلاش، ما شفنا منهم حتى شي نتيجة. والصوره المحلية يا السيد العامل كنا عندهم نهار الخميس واستقبلنا وفعلا غادي قال لك غنتوصلوا للحل والله يجازيه بخير. إلا توصلنا للحل راه قدر ممكن الإنسان يتنفع الضرر شوية كاينة على الساكنة. الساكنة اللي هي كتراوح تقريبا راه كاينة شي 500 أسرة تقريبا في الدوار. اسمعتي، كلشي غيتنفع اسمعتي. المهم على حسب أه المعطيات ديالو قال لك اودي غنجي من هنا ليومين ثلاث ايام ومازال ما توصلنا بوالو الله يجازيه بخير جا يشوف لينا الحل هنا يجي يشوف لينا الحل على حسب باش ما تضرش السكينه من المياه <applause> الفلاحه خويا هاد العين هادي كتقي من هذيك الزيتونات راه شادين فيهم الروح راه خاص المعاونه تقريبا حيت كيسقيو منو الناس والمسائل وشادينها فيهم على الروح ماشي شي حاجه اللي هي حيت الماء كيضعف شويه كاينه في الصيف ما كيكونش كاع عندنا الماء في الصيف كيكون هذاك آه الشيء باش كيسقيو الناس وصافي سمعتي ما كيوصلش لينا الزيتون كيبان لك راه هو بدا كيكرم وما حنا وهذا الشيء هذا فوق وقع علينا راه كانت 11 عين هنايا 11 عين كلشي نشف بهذا الشيء هذا بهذا المسائل ديال البيار والمسائل تا دا ولينا دابا حنايا كنطلبوا الناس المسؤولين باش ولو ولو غير يعتقوا هذه العين هذه ولو تبقى لنا هذه العوينه اللي هي باقا ف... سمعتي باقا باقا شاده شويه كاينه وكنشكروا انفاس على هذه الاستضافه هذه اللي جاو عندنا حتى وتعت... هما معنا والمسائل وكنشكرهم بزاف بزاف <applause> حنا كنطلبوا حقنا على هاد السيد تعدى علينا ربي يبسنا راه الجنانات يبسوا راه يبس حنا لا اله الا الله محمد رسول الله حنا كنطلبوا غير حقنا ما عند الله الا هو تعنا بشي حاجه حنا قبل بالله والملك لا اله الا الله راه هاد البير اللي حفر لينا المحسنين راه بيب هو راه العين يبس لا اله الا الله ما عندنا ما نديرو السلطات المحليه كنطلبوا ليهم يحكوا بالحق يرد لينا هاد العين ديالنا ويحيد هذاك الرجل من تما ما يتعداش علينا ايوا لا اله الا الله حنا ما سكرناش شيء الزيتون راه يبس ما عندنا ما نديرو ليه راه هو حفر البير في القدام العين ديالنا كنطلبوا سيدي ربي ياخد فيه الحق صافي كنطلبوا من 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 السلطات ينصفونا الله يجزيهم بخير حنا راه ضرورين ومشينا عند السيد العامل نهار الخميس واستقبلنا وكنشكرو على على الاستقبال وراه قال لك غنتوصل للحل ان شاء الله في اقرب وقت وعدنا باش يجي عندنا راه يعني باقي كنتسناو سيد العامل بالزياره ديالو وحنا كنشكرو سيد العامل على الاستضافه والمهم المشكل هو حنا مهددين بالجفاف راه الا هذا السيد هذا حفرنا فوق العين راه المسائل ديال العين راه غتموت يعني راه المسائل ديال الماء ديال العين أرغ 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 وإحنا راه 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 يمشي وحنا راه كنطالبوا من السلطات وكنطالبوا من جلاله الملك باش ينصفنا الله يجزيكم بخير هذا الشيء اللي كنطلبوا الفلاحه الفلاحه ضعيفه يعني يعني الماء الماء قليل الماء دابا راه قليل في العين ولا جات زاد السيد هذا وحفرنا فوق العين راه العين كون على يقين راه ما باقيش الناس غي غيستافدوا غي منه الله اعلم حنا الترخيص واش عنده ولا ما عندوش حنا ما حنا ما ما عرفناش السلطات كيقول لك كيقولوا لك راه عنده الترخيص حنا راه ما شفنا حتى ترخيص ومشينا لحوض الماء درنا تعرض ودرنا للعمالة ودرنا الدائره ودرنا القياده ودرنا الدرك يعني الناس كلهم راه عندهم تعرضات ديال باسم الساكنه راه تقريبا شي 60 واحد ولا ولا 62 واحد المهم هادشي اللي كاين عندنا المهم وكاينه واحد 5000 زيتونه راه تبان لكم واحد واحد 5000 زيتونه كت كتشرب من هاد العين هذا وراه سميتو المسائل الله يجزيكم بخير راه حنا بغينا بغينا نتوصلوا للحل مع مع سيد السلطات الله يجزيكم بخير الله يرحمه